الفنان نعمان الحلو يكشف حقيقة إعداد أنشودة عن ملحمة أسود الأطلس. كذب الفنان نعمان الحلو خبر إعداده لأنشودة عن ملحمة أسود الأطلس في الكان بعد تأهلهم للربع النهائي من خلال تصريح صحفي له. وأكد نعمان الحلو على أن التدوينة التي يتم تداولها لا تمسه بأي صلة قائلا: ستوري لتلاح ماشي ديالي، أنا الله فقدت الأخ ديالي هاد يومين وما يمكنش نفكر ندير أغنية في هاد الوقت. وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي انستغرام تدوينة من حساب باسم نعمان الحلو جاء فيها: ترقبوا أنشودة عن ملحمة أسود الأطلس في الكان، ومبروك علينا التأهل ولا عزاء للحاقدين. ومن جهة أخرى تفاعل الجمهور مع التدوينة بشكل سلبي، بحيث فور انتشار الخبر حذر العديد من النشطاء نعمان من القيام بهذه الخطوة، اعتقادا منهم أن الأغاني التي يؤدونها الفنانين المغاربة للمنتخب المغربي تكون بمثابة انهزام وعين للمنتخب الوطني. اشترك الآن في قناة أشواق تيفي وفعل الجرس ليصلك كل جديد، وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. أشواق تيفي، جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.